تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المستثمرين الأتراك في لقائه معهم. وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضي الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع في القائمة منها.